أخفقنا بالامتحان ولم نتمكن من استعادة أبنائكم. بهذه الكلمات توجه زعيم حزب الوحدة الوطنية إلى عائلات الأسرى معلنا استقالته من حكومة الحرب الإسرائيلية. استقالة غانتس كانت متوقعة، فقد هدد بها الشهر الماضي وأجلها لأيام لحين انتهاء عملية استعادة الأسرى، لكن المفاجأة كان توالي الاستقالات عقبه، حيث استقال بعده عضو حكومة الحرب غادي أيزنكوت الذي انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرا أنه عارض رغبة كثير من قيادات مجلس الحرب بالتوصل لصفقة تبادل أسرى. كما قدم حيل تروبر الوزير الإسرائيلي في حزب معسكر الدولة استقالته من حكومة الحرب، وسبقه إلى ذلك أفي روزنفيلد الذي استقال من منصبه كقائد لفرقة غزة في الجيش الإسرائيلي، وعزى قراره هذا لإخفاقه بحماية المستعمرات الإسرائيلية خلال هجوم 7 أكتوبر. محللون سياسيون وصفوا استقالة غانتس بالضربة الموجعة لنتنياهو، فهو يتمتع بشعبية كبيرة بين الإسرائيليين الذين يعتبرونه النقيض الثابت لنتنياهو المضطرب والحاد وفقا لصحيفة واشنطن بوست. فماذا نعرف عنه؟ غانتس ولد عام 1959 لأبوين ناجيين من المحرقة. التحق بالجيش عام 1977 وقضى معظم حياته المهنية في الجيش، وتولى قيادة وحدة شالداغ للعمليات الخاصة بالقوات الجوية. شغل منصب رئيس أركان الجيش حتى عام 2015 حين قرر تركه والتوجه لمجال التجارة، ولم يمض فيه وقتا طويلا قبل أن يصبح سياسيا عام 2018. متزوج وأب لأربعة أولاد، وهو منفتح بشأن التوصل لتسوية مع الفلسطينيين، ويدعم فكرة العيش سويا بقوله لن يذهب أحد إلى أي مكان.